بسم الله الرحمن الرحيم. محمد السيمو نائب برلماني عن دائرة العرائش. سجلنا الأمس البارحة بالإيجابية استراح ديال السيد رئيس الحزب السي عزيز خنوش ورئيس الحكومة بلادنا، ونعتز ونفتخر ويشرفونا، لأن البارح كان الجواب على الشارع وعلى المؤيدين وعلى المنتقدين. البارح كان الصرح ديالو فيه بزاف من الدلالات وبزاف من المؤشرات، وحتى الوقت الراهن اللي كيعاني منه العالم حتى هو كان الطيه ديال هذا الصرح البارحه. انا دابا اليوم كنطرح سؤال، كنقول بالنسبه للمغاربه 40 مليون ديال المغاربه فيهم 2 مليون اللي عندهم سيارات، مزيان. هاد 2 مليون اللي عندهم سيارات فيهم واحد الفئه اللي كتعمل التجاره، فيهم واحد الفئه كبيره من ناس التعليم وموظفين، وفيهم الطبقه الراقيه البرجوازيين. هاد الناس هادو ما خصهمش يتخبعوا في الطبقه اللي هي، علاش؟ مش نبدا بالمحروقات هو الاول، لانه كانت اشاره على الموضوع ولا زال النقاش قائم على هذا الموضوع. منين كنا الاسبوع الماضي كنت برشلونه اسبانيا، سولت بعض المسائل، سولت الخبزه اللي كتسوى دابا في المغرب درهم و20، برشلونه ب10 دراهم، وما يتكلمش معي شي واحد يقول لي الصالير والمنضى. انا كنتكلم هاد 6 شهور ديال اللي عارف ارتفاع الاسعار، واش زاد الصالير ديال اسبانيا ولا فرنسا ولا ديال شي موضع؟ باقي نفس المستوى، بالعكس الحكومه المغربيه التزميت باش تحفز رجل التعليم اللي باقي عنده واحد الثمن ناقص، يتم التحفيز ديالو، رجل التعليم اللي عنده واحد الثمن ناقص، الناس اللي كيتقاضوا الاجر اللي هي حتى هما كاين التحفيزات ديالهم، كيلتزم رئيس الحكومه التزام وكياكد. اذا هاد الناس ما عادش يكون عندهم مشكل، حتى هما غادي يتعوض هذا النقص او هذه الزياده اللي وقعت في المحروقات. بالاضافه لهذا الامر هذا 38 مليون كتبقى. هاد 38 مليون التزمت مع الحكومه ثلاثه الاحزاب، خصنا الاصلاح ديال التعليم، خصنا الاصلاح ديال الشغل، منظومة ديال الشغل، خصنا الاصلاح ديال الصحه، كاين خلل الكل يتكلم على هذا الموضوع، ومن طبيعه الحال اصلاح الاداره والحمايه الاجتماعيه، 5 نقاط. هذه الالتزامات ديال الحكومه الى عاود ردت الدعم من المحروقات، اذا ما عندكمش الالتزامات ديالها في هذا الالتزام اللي التزمت القطاعات، ما يمكنش. اللي عمل هذا المشكل هو صاحبنا، حرر المحروقات، رفع عليها الدعم وخلاها بدون مراقبه، شغلو هذاك. ولكن اليوم جا واحد رئيس الحكومه اللي يلاه دابا الان عنده تقريبا سنه، وهذه يلاه 6 شهور بداو عليه كيقولوا سيدي رحال وما كاين حتى حاجه. اليوم رئيس الحكومه كياكد على التزامات الحكومه بما التزمت به. نعم نرجع للطبقه 38 40 40 مليون ما عندوش السياره، وهذا ما عندوش السياره، وانا عندي السياره. 38 مليون ما عندهمش الطوموبيل، و 2 مليون عندهم الطوموبيل. مزيان. البوطه شكون اللي كيستافد منها؟ 40 مليون حتى الطفل الصغير كيخصو يدخل يدوش كيخصو يطيب الماكله، 40 مليون. البوطه شحال كدير؟ 40 درهم. شحال كتزودها الدوله؟ كتدفع فيها
بوطة تقريبا 150 150 درهم يعني 15000 فرنك. شحال كدعم الدولة؟ 110 درهم. هذيك كل بوطة كتخلص فيها الدولة 110 درهم مزيان. الحكومة مشات قالت لك البوطة ما نزيدوش فيها هاد الدعم ديالها. المازوط مشاو للطاكسي قالوا اسمع عمر الطاكسي شحال عندك زيادة؟ هاك التعويض، هاك التعويض ديال 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 الطاكسي. التنقل ديال البطاطس مكادير وماطيشة وكذا، هاك التنقل ما زدتش بالزيادة بقى تم. شحال مول الطوبيس قالوا بقى تم. هذيك البنت اللي كتخرج تخدم في المعمل في كادير ولا في طنجة الطوبيس باقي بالثمن ديالو، علاش كتهضر؟ شنو المشكل عندها؟ فين المشكل؟ اللي عنده الضرر وكيحس بالضرر مول الرانج روفير، الرانج روفير اللي عنده جوج قنانط اللي كتاكل واحد المبلغ كبير وخصو يتخبع في هاد الناس هادو. لا ما متفقينش حنا 40 مليون بالمغاربه بقى الطحين بالثمن ديالو، بقى البوطه بالثمن ديالها، بقى السكر ومشي يبقى بالثمن ديالو. شحال زادت الدوله الحكومه شحال زادت الفلوس خارج القانون الماليه اللي وقعنا عليه في البرلمان في السنه الفارطه؟ شحال مالين؟ سولنا على الضوء، الضوء جيران ديالنا اسبانيا، اسبانيا دابا الضوء زاد 400%، ذاك اللي كيخلص 50000 فرنك كيخلص دابا 200000 فرنك. علاش المغرب ما زادوش؟ بلاتي علاش المغرب ما زادوش؟ المغرب علاش ما زادش في الضوء؟ حيت دعم. دابا ملي كتجيك 100 درهم الضوء مخلصه فيها الحكومه 75 درهم. كل فكتوره ديال 100 درهم فيها 75 درهم. اللي كيجيب 500 درهم شحال كتزاد؟ واللي كتجيه 1000 درهم ديال الضوء واللي كيخلص 5000 درهم، دابا انا عندي مقهى ومطعم كتجيني 5000 درهم في الشهر، شحال كتخلص عليا الدوله؟ هذا الشيء ما كنقولوش للناس وما كنوضحوش للناس، كنتكلموا على المحروقات، محروقات غاليه، المحروقات غاليه، المحروقات مكاينه غادي في هذا الشيء. شبرنا في الجزء البسيط وخلينا الجزء اللي هو يعني كان يوميا الصباح وعشية كنحتاجوه. في الصباح خصك الخبز، في الغداء خصك الخبز، في العشية خصك الخبز، في الجنعس خصك الخبز، في الصباح خصك البوطة، في الغداء خصك البوطة، في العشية خصك البوطة، خصك السكر، خصك الزيت. ملي يحسوا على أن الزيت وقع فيه مشكل العالم، المغرب عمل مبادرة السيد رئيس الحكومة، حيد الجمارك وحيد الضريبة، ودابا غادي يزرعوا النباتات الزيتيه بحال السكر باش يحاولوا يردوا واحد الثمن لا باس بعد ما يزيدش يوقف ما يزيدش. حزب التجمع الوطني اذا البارح يعني اللي كانت في دار عليا، شنو الرساله اللي يمكن لكم توصلوا للمغاربه؟ البارح رئيس الحكومه جاوب على المغاربه، هذا الشيء اللي كنقول لك هو اللي جاوب عليه. قال حنا ما قصناش الفئه الهشه، وبالعكس الدعم المباشر دابا غادي يبداو يتلقاوه، غادي يبدا يتلقى الدعم المباشر. ما قصناش شي في المواد الاوليه الاساسيه في القدره الشرائيه ديالو، وفي نفس الوقت حنا كنتكلموا على هادشي هذا. اذا خصنا نكونوا عارفين على ان هادشي هذا ما كيجيش من الفراغ، هذا كيجي من واحد المجهود اللي داروا راس الحكومه وعمل واحد المجهود كبير باش يمكن يوفر للمواطن هذه المسائل هذه. اذا حنا بالنسبه لنا رئيس الحكومه البارح جاوب الجواب عنا، المغاربه سمعوا الجواب رئيس الحكومه، اذا قضي الامر. دابا الآن خصنا نتعاونوا في اللي ماجي. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.